علمكن. أنا ريمان جيم أحييكم، أهلا وسهلا بكم. أنا أقاوم معكم، أضحك معكم، أبكي معكم، أنا لا أهزم معكم، لا أستسلم معكم، أنا لا أكذب، قد أتهرب من الحقيقة أحيانا، أنا لا أتعارك مع الصغار، أنا لا أحترم جميع الناس، لا أصدق كل الناس، قد أدعي ما ليس فيا، وقد أدعي أنني أصدقهم، أنا حذرة في كل وقت، قد أدعي السعادة والبهجة والدهشة، لكن ما عدا يدهشني شيء. عزيزي الحزن صنع مني امرأة جبارة أراقصه على أرصفة الخيبات، أمضي الليلة معه وأنجب منه أجمل ابتسامة. لم يعد يقوى علي شيء. أهلا أهلا، كيف الصباح؟ هل تكذبين؟ أخي أنا لا أكذب، أنا أتهرب من الحقيقة أحيانا، أكثر الأحيان. متعب، مرهق، تكون بحالة حذر دائم، حذر تحكي قدام الناس، حذر تلاقي حدا عن جد عن جد انك تفضفضله. شو هالفعل هيدا الغريب؟ تكون على حقيقتك قدامه بكل شيء، بكل كلمة، بالشكل، يعني ما ترتب حالك قدامه لا بالشكل ولا بالمضمون، هيك كما أنت بدون حذر بدون خجل تقول له كل شيء، مثلا الأشياء اللي بتستحي تقولها، تعمل الأشياء اللي بتخجل تعملها بدون حذر. شو حلو، مرهق الحذر من الأشخاص ومن الناس وهيك، حتى اللي بيعتبروا حالهم وبتعتبرهم أنت أنه هاو الأقرب، عمل تست لحالك، هاو أقرب شيء حطهم ببالك بهاللحظة، وقول مين أقرب شيء، مين فلان، بتقول له كل شيء، كل هاو الأشياء اللي بخجله اللي انت ما بتقولهم لحالك مثلا، او ما بتسترجي تعلنهم، مش تعلنهم للعالم، يعني انت ما بتسترجي تقولهم ابدا، دلك خايف منه، دلك خايف انه هيدا مشروع خيبة جديدة، هيدا مشروع غدر، هيدا مشروع انه بفل متخانة بيروح بيفشل أسرار، أو بلا ما يكون معه هالنقطة، نقطة القوة، شو صاير علينا؟ فبضل ما إلك غير حالك، فهي قصة أنه نص التاني ما نص التاني، صديق العمر، حب الدنيا كلها مش زابطة. هلأ بيطلعوا يقولوا لي أنت وما أنت ومبلا فيه، بدك تلاقي هيدا أوسخ شي فيك، هيك مثلا أوسخ فكرة إجتك بالحياة تخبروا إياها،
بتخجل وبتفتكر انه بدك تسقط من عينه. هاي هاي تبع تسقط من عينه. وانس انك بدك تسقط من عينه يعني مش هيدا هو ابدا. نحن منقله عادة وكلنا قايلين اكيد انه انت مريتي عم بقلك كل شيء، ما في شيء ما بتعرفه عني، احاسيسي نقط ضعفي. ما عارف ليش بلشت من هون اليوم يعني، بس انه انت بتعرف كل احزاني خيباتي وجعي ألمي، ما بستحي من شيء قدام. بتقله بس في شيء بدل مخبى خوفا من ان تفضح يعني يفتحك، او خجلا يمكن اوكي عندك ثقة فيه نسبية. يعني طبعا كله نسبي، كله نسبي، ما في شيء مطلق نسبي. بتضلك ممسك فيه لألك، مش بس لأن عبالك تتمسك فيه لألك أو هيدا الشيء حميم وأنا مع الأشياء الحميمة، تبقى لأن الآخر مشروع مش صادق، ولأنه نحن منكذب، ولأنه نحن ما منصدق أنه في نصنا التاني. وبعدين بعد وقت هيك منصير نكافئ نفسنا انه برافو، منيح ما ارتكبنا هالخطأ، منيح ما قلنا هالشي، وقال وين كنا صرنا. عبالي هيك رواء لا اقعد لكم بونجور 400,000 بونجور. نضال عم بيسألني بدي صلي، بدكم صلي؟ ونجينا مما لا قدرة لنا على احتماله أو مواجهته. وهيك أنت فعلا لكل يوم همه اللي بصعوبة قدرين نتحمله كل يوم بيومه. أنت اللي أوصيتنا منعت الهم بكرة، كتير صعبة وقاسية هالوصية. عم نعرف ليه عنا هالميل دايما نعت الهم بكرة مع انه اليوم مش مضمون. دايما عنا خوف من اللي جاي بعد، يمكن قلة الايمان، رغم انه نحنا بندعي عنا إيمان كبير يكاد لا يصل إلى حبة الخردل. بنشوف حالنا فيه وبنقول يعني عن بعضنا أنه أنا أكثر إيمانا، يمكن هيدي مشكلة الدنيا كلها. مهم، شكرا على هنهار بكل ما فيه. المهم انت بتعرف اكتر شي بيأذينا واكتر شي بخوفنا، وبتعرف الاشياء اللي قادرين نحملها بصبر بالقوة اللي عنا اياها وحاملينا. بس بتعرف انه في اشياء لا قدرة لنا عليها، بتوجع، بتوجع لنا قلبنا، بتحرق لنا قلبنا. خسارات بعض الناس اللي منحبهم، امراض او
وجاع، ذل، الحاجة للآخرين. كل واحد منا عنده هالمطرح اللي بيتمنى عليك وبيتضرع لألك كل يوم، إنه إذا في من تجربة ما تكون بهالمطرح، لأنه هيدا المطرح اللي بيوجعه أكتر شيء. إذا أمكن ألا تكون التجربة فيه. الباقي تلك اليوميات المؤلمة، غدر الناس يمكن تعودنا عليه، بعده بيجرحنا طبعا، بسر فينا بعدنا عم نتخطي. العيش ببلد للأسف صرنا قرفانين من يومياته، من وجوه مسؤولينه، من استغبائنا، من كل شيء عم بيصير فينا وعلينا، ممكن المتوقع يصير بعد أكتر. من كل مرة منحاول نعمل خطوة لقدام بردونا أميال لورا. ما بعرف كيف بعد فينا عم نتحمل، بس عم نتحمل. ما بعرف إذا هيدي قوة أو جبن. نجينا يا رب من التجارب التي لا قدرة لنا عليها، وانت بتعرفها وبتعرف نقاط الضعف. ولكل اللي مكسورين كتير وتجربوا بمطارح قاسية كتير، انت قادر ترجع تعطيهم القوة والأمل والرجاء بلحظة. ولكل اللي واعيين فقدين الأمل والرجاء والصبر والقدرة عليهم، وما أكثرهم كمان، منطالبك بأنك ترجم وعودك لأحداث ولو بسيطة، يمكن مش تغيير جذري بحياتنا، بس أقله بعض الأشياء اللي بترتب مرارة هالأيام، بتفرح بمكان ما، بخبر، بكلمة، بأحد، بشيء. لأن بالآخر كلنا منحتاج لأشياء ترجع تحيينا من بعد الموت، لناس ترجع ترفقنا بهالدرب. الوحدة قاتلة، الشك قاتل، كتير اشياء عم نعيشها وعم نتخطيها صح. يمكن عم نفتكر حالنا تخطيناها، بس عم تترك جراح ما حدا عم بيشوفها غير جوات هالقلب اللي انت وحدك بتعرفه قدي عم بعاني وما عم يحكي، وما حدا بيعرف عنه شي. منقدم لك هاليوم تمسحه مسحة عجائبية من عندك، مسحة شفاء، مسحة حب، ومسحة فرح ورجاء. أمين. صلي يا ريما بصوتك صلي، خلينا ندعي سوا على طول، وتصفى القلوب وتفتح لدروب كل الحزن والهم يزول. صلي يا ريما بصوتك صلي، خلينا ندعي سوا تصفى لقلوب وتفتح لدروب كل الحزن والهم يزول.
أنا فخورة أني تغيرت. ما حدا يلا ماشي حدا كله بيقطع. نادين الراسي عم بقول عملت لي منشن على انستغرام هي عم تسمعنا على الموجة سوا. وينك رايحة على التصوير؟ كتير ايموشن الحلقة وانت بتفهم علي. I love you. عندنا مبارح شفتك يعني الله يرد العين. شو كتبتي له لحبيبك خطيبك هيك على انستغرام يعني بهالمرحلة الصعبة؟ شي كتير حلو. اسم الله اسم الله انه يكون عندك هيك شخص بحياتك. كتبت له انه وعدتني انه رح تاخد you will take good care of me وعملت يعني you did it. I love you. شو حلو. وعدت 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 وقررت ان استقيل مرارا ولا اتذكر اني استقلت. وعدت باشياء اكبر مني فماذا غدا ستقول الجرائد عني؟ اكيد ستكتب اني جننت. اكيد ستكتب اني انتحرت. وعدتك الا اكون ضعيفا وكنت الا اقول بعينيك شعرا وقلت. وعدت بألا وألا وألا وحين اكتشفت غبائي ضحكت. وعدتك بألا أكون بأي مكان تكونين فيه. وعدتك بألا أكون بأي مكان تكونين فيه. وحين عرفت بأنك مدعوة للعشاء ذهبت. وعدتك بألا أحبك كيف وأين وفي أي يوم تراني. وعدت لقد كنت أكذب من شدة الصدق. والحمد لله والحمد لله أني كذبت. وعدت بكل برود وبكل غباء بأحراق كل الجسور ورائي. وقررت بالسر قتل جميع النساء وأعلنت حربي عليك. وحين رفعت السلاح على نهديك انهزمت. وحين رأيت يديك المسالمتين اختجلت. وعدت بأن لا وأن لا وأن لا. وكانت جميع وعودي دخانا بعثرته في الهواء. كنت عم بسمع فويس نوت من نادين. ما بعرف اذا وصلت او ما وصلت بس انه كلها انرجي. كنت عم بحكي كمان هلا فوقتني. عم بحكي انا وصديق لالي عم بيقلي انه عن علاقه حب. عم بيقلي انه عم بيشتغل دبل وعم بيحقق الاشياء اللي ما كان قادر يحققها قبل بشكل انه عم بيقول لي ريما انه بشكل يعني انه كتير حلو كتير حلو. عم بخبرني انه عنده حدا بحياته. هذا الحدا عطيه انرجي بشكل مش معقول. عم بيعمل شيء بس مجرد وجوده عم بيعطيها الاتحب. فقلت له انه مش يعني مش انه مش عادي ومش انه هيك كلمة انقالة بالزمانات انه الدنيا وجوه وعتاب. هلا طور العلم وطور صار في الطاقة والطاقة الايجابية وكل هالخبريات. بس هي الدنيا وجوه وعتاب. في ناس بتجي على حياتك تضويك بدون ما تعرف ليه وكيف. يعني سبحان الله بتجي هيك تكم تعطي شيء. في ناس بتجي بتاخد كل شيء. ليه بتطلع منقول انه سبحان الله الشخص من وقت ما حب صار انه كتير مضوى وحدا انطفى. في ناس هيك نحن ما مننتبه اوقات انه سرق الضوء من وجهه مدري شو. يعني ما منعرف والشخص هو ما بيعرف. بس فعليا هيك. فنادين هلا الكامباك تبعها
حبيبتي كتير مبسوطة لك قوية، ويبدو لها علاقة بالرجل لحدا، وقيمة ووعي بكير وكلها انرجي وحب عقبال عايزين. فبهالزمن المرير اللي عم نعيشه حلو هيك اقله يعني بهالبارت بحياته الواحد يكون في حدا عم بيشد معه، مش عم بيشده لورا، لانه ما اكترن اللي عم بيشده لورا كمان. اذا واحد كل يوم عم بنقلك ويشدك لورا وبدل ما يعني قلك كلمات حلوين، هلا بعرف انه الله يساعد الناس، في ناس ما قادرين يقولوا كلمات حلوين، بس حتى في ناس رغم كل الخيبات والضربات يبقوا عم بيعيشوها، كل واحد بيتفاعل مع شيء. يعني حط اثنين عايشين ذات الظروف، في حدا بيقدر يكون دفع لألك لقدام، وفي حدا بيطفي كل شي في نور اللي فيك، في حدا بيقلك ولا يهمك بتضبط لو مش مبني عشي، ويمكن مبني عشي، وفي حدا بيقعد من قبل الضوء يقلك انه خلص، انه بيقلك بونجور واحد يا قمر، واحد تاني بيقلك 407 البنزين اليوم تفضل لك ملا نهار. هلا اتنيناتهم عارفين انه 407، واحد انه بينزعلك صباحك وبيعطلك كل الهم، والتاني بينترك لتشرب لك فنجان القهوة برجع بيتناقش معك بهالمعضلة وشكرا. أنا على الهواء. صباح الخير، أهلا وسهلا بكم. الغزالة رايقة كتير كتير كتير، يعني مش معقول. عرفتوا هيدا يعني الروقان اللي يعني ما بعرف شو الروقان اللي بيجي من بعد إنه كرايز. إنه الروقان اللي ما بتعرف شو قصته منين جاية، جاية شو بعرفنا. هيدا مسج بونجور، مش معقول شو بتهدي لي اعصابي، بس اسمعك الصبح بتعطيني بوش، بتعطيني اوكي 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 تكرموا. اهلا وسهلا. الهدوء بعد العاصفة نادين اوليك، بعد قبل شرفني. يستر مين رح تبجي بوجه هالعاصفة. موني انا ما بقول روقان، انا بقول لابدي. لابدي هيدا روقان مانا دعيلنا. الله مع كريمة من منطقة القديسة رفقة، جربتها مع صورة ياي. أنا روقان، هيدا روقان، شو حلو. نهية انت شو انت بوزيتيف فايب، بكون زعلان واحد أو مبسوط بتعطيني باور، شو سرك شعرفني يا عمي شعرفني. الله العاطي نادين معقول بتقلي قبل الصيام كنت أقول محششة، هلأ ما فيه. بتعرف أنه مرة حدا سأله لرفيقي لنشان، يعني مرة أجا رفيقي نشان، رفيقي أنه ما بدي أقول اسمه، أنه عادة بقول رفيقي لما أقول اسمه إذا في شيء ما بدي أقوله. سألق نشان يعني كان عند حدا ضابط أو شيء، قال له شو قصتها هيدي صديقتك؟ قال له مين؟ قال له ريما الجيم. قال له شو بها؟ قال له دلم حشش اشتبه. قالوا جي؟ قالوا ايه ايه انا عم بقلك ضابط. انه هو يا با الفهمان. سوري ما بقدر قلكن على الهوى شو رديت له خبر. شو جوابته؟ لانه عيب مأنوع يعني انتو كرمالكن. شكرا للمعلومات أنتوان. بونجور، مش شايف الغزالة رايقة؟ قلت انت بتسملها بدنك. بونجور، هيدا بعد ما بلشنا برمضان جيبوا خزنه يعني قصدك. قال لي بعدني طالع من محل الخضرة، بس الأهم من البنزين انه كيلو اللوبيا بمئة ألف، وهلأ صوم كمان عند المسيحيين انه، وبكرة بيجي رمضان فبصير تريبل. Cheers.
شو بعمل على فكرة أنا يعني ما شايفة برا شو في برا عادي العالم رايقة وماشي على الطرقات وعم تعبي بنزين وكله تمام يما في خراطيم يما لا ماشي يما شايلين الخراطيم يما عادي كانوا مسكرين فتحوه أوكي ومستبح عم تبعتولي بخصوص الكريدتس هدول التليفونات نعم انتو مش أذكى من الدولة نعم شو فكركن شو مفتكرين يعني الدولة المعفنة حتى هي ومعفنة ذكية بس وزير الاتصالات بيسلم عليكم وبيقلكم فهمتوني غلط بيقول للأخبار اليوم ما إلا علاقة الأسماس اللي وصلتكم لا ربط بين الرسالة النصية التي وصلت أمس للمشتركين وبين اقتطاع أي قيمة من الرصيد بل هو إجراء يستهدف ركزوا معي يستهدف محتكري البطاقة المدفوعة سلفا وغالبيتهم من التجار كيف بده يفرق ما يفرق ما بنعرف لك برافو عليك يا شرب شو هالخبرية كنت مش منتبهة قال لي من وقت ما توقف نشأت والدنيا خربانة برافو عليك عم صار حرب عالمية بتقلي مارك نزل هالشي شو بكون ليش كلكن عند الخضرجي اليوم على بكرة الصباح الكيلو بالحد الأدنى للأجور مارك هلأ هيدا الشي نزل اللي اسمه الوز أخضر مش مبكر عن جد هيك مسعرين وكمان 599 مش 600 يعني مش الربيع يعني هيدا كفيل بأنه يسمي لي بدني المشهد لوبي ملوبي ما بتفرق معي بس لوز أخضر ايه سلبي حبيبتي يا الله يا ريما تذكرت من زمان بهالوقت كنت ابعت لك سلة فول ولوز وبازيلا وكنت اتذكر بيك الله يرحمه وانا تذكرته بهاللحظة كان دايما يجيب لي اول قطفة يا الله وانت كنت تبعتي لي بتعرف قدي بتكلفك هالسلة هلا معقول شو نتال بتجيب لي سلة بنزل على الإذاعة ولك برافو عليك بريج عمره ما حدا يورك النص اللي رح طلعوا رح يروحوا لوز وجنيريك عيب هلأ اللي عم بيسمعونا الغرب ولا هالموضوع قولوا علينا سنة نشتهي اللوز والبازيلا اوه اجينا متبرع متمول نادين اوكي نادين thank you ما رح قلك لا وما بدي وما تعذبي حالك ابدا ابدا الهو تبع الانتخابات الله ما بيترك حدا سبحان الله شفتي يا ريما لو كنت رديتي عليهم وزرعتي ببيتي كنت هلا اكلتي بلاش ما بدي ازرع مش شغلتي ما بدي ازرع بدي مصرياتي هيدا صفق لي الكوت تبعي وعملوا غنية بلا ما ياخد بلا ما ياخد اذني معقولة يعني يا ريت يعني اللي زرعوا اللي سمعوا الكلمة واللي زرعوا يبقوا يضيفونا من شتلاتهم زي اللي هن بيسمعوا موتامو كلمة وكلمة الأنجن أنجن عندهم ربطة بقلة يعني نحن ما مننهار رح يعبي فيها بنزين اليوم ب400,000 407,000 يعطيهم ربطة بقلة ربطة نعنع فجل بصل أخضر ويعبي فيها برافو عليك بريج مع رشة كرامة
From Beirut to the world, rise and shine. Yarima is on. Via Sultanrad. نعم. أي ولد ما ولد. رئيس بري شخصيا ترشح للانتخابات النيابية. هيداك زيلينسكي القمر ولد. عن حركة كل يوم. جدا جدا جدا. ما تسألوني عن السبب بس إنه سبحان الله الوجوه الجديدة كلها عم تترشح. مش معقول. الحمد لله تعبنا ولقينا بهالثورة. هيدا اللي حكينا عنه هداك اليوم تبع التيارة الخاصة اللي واصل اللي من بين يعني التايتلز تبعه شيب 17 تشرين اللي قاعد بالتيارة الخاصة ومادد إجري وهيك وصل وصل يترشح يما وينه شو كان اسمه تبع حرف الحاء تماما تماما وللي يعني يعني مش عارفين شو معناتها هيدي في اللي في في اللي في وما بده وفي اللي بده وما في هيدي حملة القوات اللبنانية للانتخابات لأنه صار بدها عم بتحط غنية لحركة أمل بتحط غنية للقوات هيك صارت نضال شو عم بيصير بالعالم التهيير قاتن يا سوسن ليه ما قبلتي يا سوسن عم يدفعوا فريش نو قدي عرضوا عليك مندوبة أحلى شغل هلأ مندوبة تذكري سوابال إيفوت إيش شو لكن ما بتنسى سامي صعب بس في مرة سامي عمل استقبلته وقت قد ما كان كرييتف بالحملة للتيار وقت يعني عملت حلقة خاصة عن مش سوابال لا مش سوابال إيفوت كان شي تاني في تراجع بكل شي خلص خلينا نعترف انه في تراجع بكل شيء بالبلد نحن ملوكة الشعارات والسلوغانات والإعلانات تقبروني مستمعيني كلن عندن مبدأ لأن شعاري كلن يعني كلن أصحاب مبدأ أنتو هلأ إذا صار في انتخابات لأنه يعني كنت تسمعوا تصريحات قليل فرزلي من امبارح لليوم يعني ضيعنا ما عرفنا تعرفوا قليل فرزلي لا مش رح أقراها يعني انتوا قروا المهتم للأمر أنا غير مهتمة أبدا 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 جربت أقرأ شوي يعني طبعا بأسلوبه المعتاد أنه بين العقوبات بين الحرب بين يعني ما بيحكي ديركت هو بيحكي أنه بصير يلمح تلميح بين ميجا سنتر بين قصة كمان غنية غير مناسبة حتى ما بقى في شيء بحسك على ثورة يعني حتى كانت هالغنية قبل مثلا تحس انه كل شيء فيك عم بينادي ثورة كل شيء فيك عم بحضك على انه ما في شيء ما في شيء يعني أنا وقت اللي بدي حس بهيك بالثورة وليك بتطلع على صور زيلينسكي على انستغرام لابس له هالزيتة ومثل ما قلت لكم بارح واقف وهلأ عم بتطلع أنه عم يحكوا عن نقص المواد الغذائية وتراجع الخدمات شوي بأوكرانيا أنه على القليلة في ناس عم بتدافع عن أرضها انه اوكي انه الحرب فيها شوية كرامة فيها ناس عم بتموت كرمال يعني عم بتدافع عن شيء له قدسية ما انه عم تنقطع مثلا من الاكل بس عندها شيء تخبر ولادها عنه انه نحن كنا قاعدين شنة حرب علينا في كرامة
مش نحن قاعدين في مجموعة سرقتنا نهبتنا قتلتنا وبس انه قاعدين ناطرينهم يرجعوا يترشحوا مرة تانية؟ شو هالمهزلة هيدي؟ شو هالحقارة؟ مش الحقارة بس عندهم، الحقارة عند اللي ساكتين عليهم ألا وهم نحنا. يعني ما في جنس الوطنية، لا أو بدهم يتعنتروا يرفعوا صور بوتين. ركي عم سكتوا سكتوا، ما معكم تاكلوا سكتوا. هلا بينشروا على تويتر انه سرقولن رصيدن بام تي سي وتاتش. ميشيل الف ترياجس مزعوج من تيشرت الزيت للرئيس الاوكراني، قال بيشبه بيت سكر وبيت اكس. زعجوا زرزعلوا بدنه، زيرو احساس، صفر احساس بالانه بالكرامه. وهيك عم بقرا امبارح قال في بعض اللبنانيين اللي قاعدين على ضو الشمعه وبيشوفوا اذا اجت الكهرباء ثلاث ارباع الساعه ليضوا ضو السخن، قال عم بيتمسخروا على الناس الهربانين من اوكرانيا. كتب انه زيلينسكي لازم يعرف موازين القوى، انه قبل ما يقرر يدافع عن بلده لازم يعرف عمين عم بيرد. يعني اذا دولة قوية ما لازم يدافع عن حاله، لازم دغري يستسلم، انه هو عارف مع مين عم بيحكي. يعني هاي الطريقة سبحان الله محللين قوية كتير. بينما مطرح تاني بيحكي لك عن الكرامة، بس بمطرح آخر بده يحكي عن موازين القوى. أخونا شلا بيسبق نووي على تليفوناتكم يا رب. الغزالة رايقة الصبح صح؟ لما تحكوا تفتحوا لي أحاديث هيك شو بصر؟ ماشي الحال. أنا أكتر شي مزعلني اللوز الأخضر صراحة، بقت ما بقى مش فرقيني معي نووي ما نووي. هات لأشوف الدولار قدي قبل ما نفل. ماشي 20,625 و20,675 شي عادي، بكرة بيتعودوا. وها أنا أتمنى لكم بقية نهار موفق، ضلوا بخير. Rima and James Show with Rima and James. Weekdays on Salt Red, starting at 8 a.m.